Une démonstration extraordinaire. Chers frères, chers sœurs, ensemble, écoutons cette belle lecture du sous-lieutenant Ibrahim Tayyou. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إن والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم بما صبرتم فنعم عقبى الدار اللهم صل على محمد أبداً صبرتم